سلام البنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وصحتكم مزيانه. مرحبا بكم في القناه ديالي، كنتمنى تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وكنشكركم بزاف البنات على الاشتراك ديالكم في القناه ديالي. المهم اليوم غادي نديروا سيجار بحشوه لذيذه ديال البطاطا والفرماج. المهم كنحتاجوا، المهم انا درت هنايا ثلاثه البطاطات صغار سلقتهم ومعكشهم بالفورشيط، وكنحتاجو الورقه، وكنحتاجو 4 ديال المثلثات ديال الفرماج، وكنحتاجو شويه ديال المعدنوس، وكنحتاجو الملحه والبزار. المهم البنات كناخذوا البطاطا ديالنا من بعد ما سلقناها في الماء وشويه ديال الملحه، ومن بعد صفيناها ومعكناها بالفورشيط على هذا الشكل. كنزيدو عليها 4 ديال المثلثات ديال الفرماج. كنزيدو شويه ديال الملحه، كنزيدو شويه ديال البزار، كنزيدو شويه ديال المعدنوس، كيعطي واحد المذاق زوين للحشوه ديالنا. كنخلطو المكونات كاملين. اللي بغى يذوب المقادير يذوب المن. المهم البنات من بعد ما معكنا الفرماج والبطاطا وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال المعدنوس، كتجي على هذه الطريقه هذه. دابا غادي ناخذ البصل وغنديروا فيه الورقه ديالنا. المهم كناخذوا البنات شويه ديال الطحين وكنخلطوا بشويه ديال الماء باش نلصقوا السيجار ديالنا. كناخدو واحد شويه ديال الحشوه ديالنا، كنديروها على هذا الشكل، كنجمعو على هذا الشكل هذا، كنجيو هنا وكنلصقوا بشويه ديال الماء والطحين، كيجي السيجار ديالنا على هاد الشكل البنات. كناخدو ورقة اخرى، يعني مكونات البنات اللي بسيطة، كتجي حشوة بنينة وسهلة. كنديرهم انا كبار شوية على هاد الشكل، كنجمعو الورقة ديالنا، كنلصقو من هنا بشوية ديال، كيجي السيجار ديالنا على هاد الشكل البنات. كنعاودو وحدة اخرى، كنجمعو على هاد الشكل البنات،
يعني ساهله. نديرو شويه ديال كيجيو على هذا الشكل البنات. انا كنديرهم كبار شويه، اللي بغى يديرهم صغار يديرهم، وكنبقى حتى كنكمل السيكار ديالنا كاملين. من بعد غادي ندهنوهم بشويه ديال الزبده وغندخلهم الفران، يكون الفران سخون البنات، كنشعل كيكون شاعل من الفوق ومن التحت، كندخلهم يطيبوا. كنبقى غادي على هذا الشكل حتى كنكمل السيكار ديالنا كامل. المهم البنات، من بعد ما كملنا السيكار ديالنا كيجي على هذا الشكل، كندهنوه بشويه ديال الزبده باش يجي مقرمش، وغادي ندخلوه للفران اللي مسخنينه من الفوق ومن التحت، وغادي ندخلوه يطيب ان شاء الله. ملي نخرجوه غنوريكم الشكل النهائي ديالو. المهم البنات، من بعد ما كيطيبوا لنا لي سيكار ديالنا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو لذاد وبنان، كيجيو على هذا الشكل هذا. يعني من بعد ما درنا ليهم الزبده كيجيو مقرمشين، كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى البنات تجربوه، وكنشكركم بزاف على الاشتراك ديالكم في القناه ديالي، وكنتمنى تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وكنتمنى تجربوا البنات هاد السيكار ديالنا كيجيو لذاذ البنات. وبسلامة عليكم في فيديو جاي إن شاء الله.